مساكم الله بالخير. كنه نصراوي، كنه هلالي، كنه اتحادي، يا جماعة الخير، هذا وقت تمصدر. كل واحد يجيب خبر من عنده، كنه مع الهلال، كنه بجدد مع الهلال بعد السوبر، كنه وقع النصر، كنه محسوم الاتحاد، والله الأهلي دخل. يا جماعة الخير هدوا الوضع شوي. كنه لاعب هلالي دخل الفترة الحرة، واللاعب قاعد يماطل الفريق عشان يرفعون العرض، هذا أول شيء. وبالنسبة 90%، خلينا نقول 70%، مو 90 عشان ما حد يطلعني كذاب بعدين، كنه هلالي بعد السوبر. في حال وقع النصر، حال وقع الاتحاد، الله يوفقه، ما احنا حاسدينه، لكن راح يندم. من يترك الهلال عشان الفلوس بيندم. صارت مع لاعبين كثير، فريدي يا جماعة الخير، كنه غير كنه، لو انك اسطورة، كنه من خلاك تساوم الاندية على الملايين غير الهلال؟ لا تنكر المعروف يا كنه، انت لاعب كبير ولك حق انك تطلب المبلغ اللي تبي، بس ما تساوم الفريق. وحنا عندنا نهائي، تبي تطلع الله يوفقك، ما هي واقفة عليك، في غيرك نجوم. تبي تجدد حياك الله، نطلعك فوق السماء. معروف جمهور الهلال، اللاعب اللي يثبت نفسه في الملعب ياخذ حقه وزيادة. تبقى في الهلال يا هلا وسهلا فيك، تطلع النصر اتحاد الله يوفقك، ما هي واقف عليك ولا هميتنا. بعت الفريق بمليون مليون، بمليون مليونين، ما احنا بحالك، صح، الله يوفقك. الهلال ما يوقف على لاعب. وفي الاخير كان جد مع الهلال ولا وقع مع نادي ثاني، النصر او الاتحاد الله يوفقه، ما هي واقفة على احد. النجم يجي بدال النجوم، وتركيزنا كله على البطولة، وبإذن الله انها بطولة هلالية.